اليوم يا حلوين جبت لكم اهم روتين للميدل سبليت فتح الحوض الى الوسط. بوعدكم ب 8 دقائق رح تحسوا عضلاتكم فتحوا كثير، وانا اكيد بشهر معقوله او اكيد تنزلوا الميدل سبليت. اذا حبيتوا الفكره حضروا الفيديو للاخير. انا مايا نعمه واليوم مع تلاميذي لينو صوفي. ونحن بمدرستي مايا سكول اوف ارت اند ويلكم تو ماي يوتيوب شانل. يس، بس قبل ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتشتركوا بكل ماي سوشيال ميديا بلاتفورمز. البسوا عليكم الليجنج او التياب المريحين اللي هن بينغطوا اند ليتس جو. التايمر صار بايدي وهيدا الروتين كثير رح تحبوه. ار يو ريدي؟ يس. اوكي، بفتح اجري، هاندز اب تو داون على التايمر اند جو اند داون، وخليكم تحت 10 سكندز اند هولد. كل حركه رح نعملها دقيقه. And up، تنفسوا، افتحوا شوي اجريكم اكثر and go down. بهيدي الحركة الركب لازم يكونوا straight، إذا ما تكون قادرين تضقروا الأرض it's okay. علوا شوي and up. هلا انزلوا كأنكم أنتم منكم flexible وما تضقروا الأرض، يعني يمكن تكونوا شوي لتحت. Stay here، go down، يمكن تكونوا هون. الظهر لازم يكون جالس، جلسوا ظهركم الصبايا. And hands up. برموا لهونيك، اعملوها هيك ليشوفوا كيف الجسم and go down. ظهر straight، ظهر straight. Yes. خذوا نفس and up. آخر مرة. Go down. Breathe. هلا بتحسوا عضلاتكم فتحوا. ركبي جالسين، straight knees. 2 3 and relax. Good job. تنفسوا. تاني حركة هي سومو بلييس، رح ننزل ونطلع على التايمر. خذوا نفس and go down. بنزل، بفتح الركب لبرا، ضلي تحت 10 seconds and up again down. بإيديكم شدوا الركب لبرا وجربوا انزلوا أكثر بخصركم لتحت. yes and up. خذوا نفس and down. yes yes yes. تنفسوا، كل وقت تنفسوا فكروا عضلاتكم عم يفتحوا. and up. two more times. go down. هلا بلشتوا تحسوا كأنه كل شيء عم يرخي، بلشتوا تقشطوا أكثر. yes. أوه ليكوا بناتي وين صاروا. and up. last time. and down. you did it. خليكن and up. good job. هلا رح نعمل from right to left. so عم ناخذ الوزن من اليمين للشمال، بفتح الركب قد ما فيي وما بطلع على راس اصابيعي، كل دعسة اجري على الارض. ready ladies؟ yes. يعني عندكن اهضم بنيت وراي. and go. go down. نبلش على جهة اليمين and shift شوي شوي to the left. ليكوا كيف داعتين على اجرهم. good job. على اليمين، اذا حاسين حالكم عم توقعوا وما في بالانس تهدوا بالشيء قدامكم and go to the other side. to the right. اذا الكوادز عم يتعبوا العضله اللي هي من قدام ريحوا ورجعوا عيدوا الاكسرسايز. to the left. to the right. هلا جربوا بهيدي الايد اليمين شدوا الركبة لبرا. yes 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 yes. to the left. كمان شدوا الركبة لبرا. good job good job. اخر مرة let's go to the right. شدوا الركبة لبرا. last time to the left. yes 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 yes. and up. وهلا رح نقعد على الارض بحركه الفروغي. اكيد اللي بيحضر ماي شانل صرتوا حافظين الحركه. go down. timer. are you ready? yes yes. let's go. so فروغي بفتح ركبي 90 degrees. اذا ركابكم عم يجاوبكم بتحطوا مخده او اي شيء ماشي او منشفه تحت الركب and you hold. رح نعمل 30 ثانيه هيك و30 ثانيه بهيدي الطريقه لتشوفوا كيف عم يكون بوزيشن الحوض مع الركب. flex your toes girls. اعملوا flex للمشط. اها، وفيكم تعملوا bounce هيك قدام ورا قدام ورا، لانه في اشخاص بحسوا بالانر تايز من قدام وفي منهم لورا، هيك بتصيبوا كل العضلات. برموا لهونيك لنشوف البوزيشن انتوا عاملينه.
يس اوه بيرفكت. شفتوا 1 لاين وهون كمان 1 لاين. 15 seconds. Good job, good job. 10 seconds. Breathe. وشدوا هيك بالجلوتس لتحت بالهيبس لتحت لتحسوا حالكم عم تغرقوا بالأرض. And yes. وهلا رح ننتقل لحركة stretch للجلوتس. لما نعمل splits نحن ما عم نصيب عضلة واحدة، عم نشتغلوا كل عضلاتنا لنقدر نعمل هيدا الفورم الحلو اللي هو فتح الحوض. رح نشتغل على الجلوتس. فبقعد على جلوتس لورا، بحط اجر على اجر، رح نعمل سوينج من اليمين للشمال. اوكي، رح تحسوا بعضلة الجلوتس. اذا ما عم تحسوا فيها افتحوا الركبة. يعني نحن هلا كنا عم نعمل اكسرسايزز لين حست بطريقة وصفصف صوفي، يعني حاسد بطريقة تانية. اوكي، are you ready? Yes. Let's go. So روحوا from left to right مع بعض. اوكي، وحسوا بالجلوتس من ورا. And then go to the other side. الحقوا بعض. And breathe. Yes. شوفوا هيدي الحركة قد ايه هي مهمة بس مريحة. يعني هيدا الستريتش هنا هلا حاسين انه كأنه العضلة عم تفتح. صح؟ Yes. اوكي. رح نعمل هيدي الحركة بس 30 seconds. Switch to the other side. تاني جهة. And yes, position مضبوطة. And go from right to left. Stretch. Other side. Good job. Keep going. مرتاحين ليكو وجهن. ستريتشنج هو شيء كثير حلو، في حركات هيك بتحسوا انه صعبين شوي بوجعه، بس الاحساس بالنهايه رح يكون واو، رح يفكفك لكم جسمكم ويريحكم من كل شيء تايتنس. اند جود جوب، ريلاكس. اوكي، وهلا هيدي الحركه ماي فيفورت. رح تقعدوا على ركبه، تفتحوا الاجر على جنب. كثير مهمه هيدي الحركه. اوكي، سو خصر كله لقدام. اول ركبه هي لقدام، ثاني ركبه هي على جنب. رح تحطوا ايد على فخذكم بتعلوا ايد الثانيه لفوق كانكم عم تجربوا تدقروا شيء بالسقف. يو ستريتش لتحسوا بالانر تايز من تحت. خليكم هيك اند هولد. جود جوب. فيكم تطلعوا بالسقف ايه وتحسوا بالستريتش، وفيكم لين تعملوا تويست لبرا هيك لفوق. ايه ايه واو. وبتشد لين خصرة لقدام ليكو الرينج لإلها شو حلو، لتحس بالحركة أكثر. وصف صف ليكو عم توطي. هلا أكيد بآخر الوقت رح تنزل أكثر بعد. Can't wait to see the splits. وإذا أنتوا عم تتمرنوا كمان حطوا لنا بالتعليقات تحت وفرجونا صوركم على انستغرام، اعملوا لي تاج على ماي سكول اوف ارتس اوفيشال اكونت أو على ماي اكونت. 15 seconds left. Oh my god. صف 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 صف. Hold. Hold on. لين صار تحت على الأرض. Yes 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 yes. 5 seconds. And relax. وهلا رح ننتقل لتاني اجر. نفسوا شوي. And go. ايدي على فخذي، ايدي التانية فوق راسي. طلعوا بالسقف and stretch واغرقوا. خصري لقدام، شدوا الخصر لقدام وبفتح الركبه. سو هون ثلاث حركات مع بعض، الخصر لقدام عم بفتح الركبه وعم بعمل تويست. 45 seconds left. ايه ايه hold on breathe. تعبوا تعبوا. هلا كنت عم وقف الكاميرا قالوا لي مايا وير شيكينج وير شيكينج. وانتم كمان اذا حسيتوا حالكم تعبتوا مشي وقفوا الفيديو، فيديو بين ايديكم، تنفسوا اشربوا مي ورجعوا كفوا الستريتشز. يلا اقل من 20 seconds left. تحملوا تحملوا. لين ما بتحب هيدي الجهه، واضح هيديك الجهه كانت تحت. اوكي، سو في طلع بالسقف هيك لتحسي اكثر بالستريتش. يس يس ستريتش يور هاند كانه في شيء هيك عم تشدي. ايه 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 5 seconds. And relax. تنفسوا قعدوا على الجلوتس. رح اعطيكم اكسترا حركة. سو رح افتح سترادل وبدقيقة رح نروح to the right to the left. اوكي، جربوا قد ما فيكم ظهري ستريت عم ينزل على اجري مش ظهري مدور. لينو عمليها غلط، عمل الحركة غلط.
اوكي شوفوا كيف ظهره غلط طالع هيك راوند. This is a very bad position لظهركم وما عم تحسوا بالستريتش. سو ظهري ستريت، جلسي ظهرك عاملية هلا صح لنشوفها. اوكي شوفوا كيف ظهره ستريت صوفي، ما تنزلي كثير بس ظهري ستريت. ويس ذيس از ات. يا رح نعملها ليديز، ليتس جو. تنفسوا and go. اول شيء على اليمين شدوا مشط الاجر واعملوا بوينت دايما. This is a stretching routine، يعني كل العضلات بجسمنا عم يعملوا stretching حتى المشط والبوينت. 30 seconds رح نعملها على اليمين و 30 seconds على الشمال ومن بعدها على الميدل سبليت. اوكي تنفسوا تنفسوا breathe 10 seconds keep going you're doing great. بتعقدوا and to the other side go. نفسوا breathe. من بعد هالحركة رح نعمل 2 middle splits، رح نضاين دقيقة بدقيقة. رح تحسوا واو تقدم رائع إذا عملتوا كل الحركات وضاينتوا فيهم. 15 seconds breathe stretch good job and 3 2 1 وخلينا نعمل هلا الميدل سبليت. اوكي سو رح نعملها دقيقه بدقيقه. بدي اياكم توقفوا على اجريكم تشيك يور ليجز. اهم شيء تكون البوزيشن صح، اجرين جالسين، الحوض مش لورا او لقدام، لازم يكون على نفس الخط مع اصابع اجريكم. شوي شوي رح ننزل اند جو، رح نضاين دقيقه. ليتس جو داون. خليكم يمكن تكونوا عاليين، يمكن تكونوا اوطى، يمكن تكونوا على الارض، اذا صرتوا على الارض بتحطوا شيء عالي لتعملوا اوفر سبليت. وهيك بدنا نضاين دقيقه. ما بعرف اذا انتوا رح تتحملوا. برافو. بعد في 30 seconds. Oh my god. تنفسوا، فكروا بشي حلو، فكروا هيك انه بشي ما بعرف شي بيبسطكم ليرخوا العضلات. 15 seconds. Stretch. And 5, 4, 3, 2 and breathe. اوكي رح نعملها هلا بهيدا الاتجاه لتشوفوا قد ايه هن عم يعملوها حلو على one line. Can you do it? Yes. يلا if they can do it then you can do it. 3 2 and go. شوفوا شو حلو الالاينمنت، عم بيكونوا على نفس الخط. واو كثير حلو الالاينمنت على one line. جربوا جلسوا الظهر. يس هيك تنزلوا اكثر. بجلس الركب، الركب جلسين. واو بناتي مش بنهار ونهارين نزلوا الميدل سبليت، بيجوا على المدرسة بيتمرنوا، حتى بالبيت بيتمرنوا، بيحضروا اليوتيوب فيديوز وبيعملوا اكزرسايزز. سو هيدا هو الطريق لتنزلوا الميدل سبليت. ما حدا يقلكم فيكم تنزلوها بنهار الا اذا انتم عندكم سوبر سوبر فلكسبل ماسلز، بس لهيدي الحالة. 10 seconds. Oh my god. 3 2 مبروك. You did it. كنتوا رائعين وبتعقدوا. Good job. تمرنوا وما تنسوا اذا ما ظبطوا الحركات من اول مره مش يعني الروتين ما بيسوى، يمكن انتوا تكونوا سوبر تايت، عضلاتكم ما بيفتحوا، يمكن تكون اول مره، ويمكن تكونوا سوبر فلكسبل، هو نوز. واكيد stay consistent and don't lose hope and let's get flexible.